السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت جريدة الشعب في فاتح سبتمبر 1976 تحقيقا أدبيا بعنوان الشعر أن يكون قلبك على لسانك. بدء يقدم محرر الشعب ملخصا لحوار دار بين الأدباء الثلاثة حول الظروف التي تثير شاعرية الشعر، حيث يرى الشاعر أحمد عبد القادر أنها نتيجة لظروف ومناسبات معينة. أما أحمد البياه فيرفض نظرية المناسبات ويرى أن الحياة كلها مناسبة وظروف الحياة صالحة لإثارة شاعرية الشعر. أما جمال يضيف محرر الشعب فقد تفادى الدخول في هذا الجدال ليركز على فتح المنطق الذي يحتكر الشعر لأقلية أرستقراطية من الناس. في الجزء الثاني من الحوار يتفق طرفاه أحمد وأحمد على أن الشعر موهبة وليس فطرية، ويلخص أحمد البياه رأيه في القول إن الإنسان صاحب الحساسية، صاحب الشعور، صاحب العواطف الحية المتقدة، هو شاعر بطبيعة الحال حتى لو لم يكن تعلم الوسيلة، والوسيلة هنا هي إبراز وارتباط الشاعر بالجمهور. ويضيف أحمد في موضع آخر إن وسيلة إبراز هذا الشعر أمام القراء هي إبراز العواطف والأحاسيس والأفكار في قالب فكري يجعل منها شعرا. يضيف أحمد هذه بطبيعة الحال مسألة تعلم ويجب أن نتعلمها، وإلا فلا يمكن أن نصبح شعراء. أما أحمد عبد القادر فيؤكد أن المسألة ليست محسومة في الأوساط الأدبية العربية ولا العالمية، وأن نظرية الشعر وإمكانية اكتسابه تحتاج لمناورة طويلة. وفي شرحه لفكرته يمثل الشاعر أحمد بالحقل والمطر ليخلص إلى أن الموهبة هي العامل الداخلي، العامل الأساسي، بينما دراسة الشعر والفن هي العامل الخارجي المشجع والمكمل للموهبة. ويخلص القول الشعر إذن موهبة ومهارة، والمحيط الذي يعيش فيه والتربية الأدبية تخلق عند شخص ما هواية الأدب. فالأساس إذن يضيف أحمد هو تنمية الموهبة. فالشاعر كالرسام، الرسام ينجز لوحته من ألوان كثيرة ومختلفة، والشاعر يضم قصيدة من لغة غنية بالألوان. هذا شرط أول. أما الثاني لإكمال قدرة الشاعر هو أن تلك الموهبة لا بد لها من إحساس فني أو إحساس أدبي. وقبل أن يتدخل جمال الذي نؤجل إجابته للحلقة القادمة، نطرح السؤال التالي: ما الذي يثير شاعرية الشعر؟ السلام عليكم.